حب الناس بس بالعقل. يعني ايه احب الناس بالعقل؟ هقول لك ازاي. مش بقول لك الغي قلبك وحكم عقلك، بس لا، حب وافرح وادي قلبك فرصته، بس لازم يكون في حكمة من العقل. ازاي؟ خلي حياتك عبارة عن حلقة بتدور حواليك، وحط فيها كل اهتمامك وحبايبك، وانت اقف في النص وشكلها زي ما انت عاوز. اوعى تعكس وتخلي اي شخص او اهتمام منهم هو اللي في النص وانت اللي تلف حياتك حواليه، عشان لو اختفى حياتك كلها هتقف. زي مثلا لو اديتك ورقة وقلم مكتوب عليها كلام كده وقلت لك قربها جدا من عينيك، هتشوفها؟ للأسف مش هتشوفها. لكن لو بعتها شوية عن عينك هتشوفها بوضوح. اهو الناس كمان كده، لازم تبعد مسافة عشان انتوا الاتنين تشوفوا بعض بصورة اوضح. اي نعم الحياة مش بالورقة والقلم، بس تدبير الحياة بشكل وسطي في الفرح والحزن بيخلي الواحد قادر يواجه صعوبات الحياة بفكر صافي ومعتدل، ويقابل اي مشاكل باستعداد تام دون احباط او تخبط في كل التجارب اللي بعد كده. تحياتي يحيى شاهين.